متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير لتكاثف كميات كبيرة من السحب والغيوم الرعدية على طول الواجهة الغربية للمملكة. كانت مصحوبة بهطول غزير للأمطار في بعض المناطق وتساقط لزخات من البرد وحدوث للعواصف الرعدية، شملت أجزاء من المرتفعات الشرقية لأبها وعسير والباحة، المرتفعات الشرقية من الطائف، إضافة إلى بعض المرتفعات حول المدينة المنورة وأيضا شمالا باتجاه مناطق قريبة من تبوك. بعض السحب الركامية الأخرى بالقريب من منطقة حائل، سحب على ارتفاعات مختلفة في المنطقة الشمالية من المملكة. يأتي ذلك ضمن تأثر المملكة واستمرار تأثرها بموجة رطبة تؤثر على هذه الأجزاء من المناطق وتتسبب بهطول زخات رعدية يومية من الأمطار. خرائط النمذجة الحاسوبية لتوقعات الأمطار فهي أشارت إلى وجود هذه الأمطار اليوم في المنطقة الغربية من المملكة، ولكن نهار يوم غد نتوقع أن يشتد وتشتد هذه الأمطار على جميع المرتفعات الغربية من المملكة، تشمل مرتفعات أبها وعسير وأيضا مرتفعات الباحة، مرتفعات الطائف، ربما تطال غدا الأمطار أيضا مرتفعات ومدينة مكة المكرمة، تشمل أيضا شمال مرتفعات المدينة المنورة بالإضافة إلى مرتفعات مكة والمدينة، وتمتد أيضا شمال إلى بعض مرتفعات تبوك. تشمل أيضا غدا فرص الأمطار مرتفعات حائل ومرتفعات أيضا والأجزاء القريبة من حائل وأيضا مناطق إسكاكا والجوف ومنطقة عرعر والحدود الشمالية. جميع هذه المناطق معرضة أن تتعرض غدا لزخات رعدية من الأمطار قد تكون مسبوقة بنشاط كبير في سرعة الرياح، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال، وكذلك تصحب هذه الأمطار أحيانا بتساقط زخات من البرد وتجري على إثرها الشعاب ويعني مجاري السيول في جميع هذه المناطق بمشيئة الله تعالى. مع ساعات ليلة الأحد على الاثنين تبقى فرص الأمطار واردة على الأخص في المنطقة الجنوبية الغربية، يوم الاثنين تعاود ذات المناطق تتأثر بذات الأحوال الجوية المتمثلة بالأمطار الرعدية، لكن تمتد هذه مرة نحو نجران نحو الشرق وأيضا المناطق ربما تصل إلى شرورة، وهذه المناطق الحدودية المتاخمة مع اليمن تشهد أيضا فرص لهطول الأمطار، بالإضافة طبعا إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية مثل مرتفعات أبها والباحة، مرتفع الطائف، مرتفعات مكة، وأيضا تشمل بطبيعة الحال أجزاء من حائل وأيضا بعض المناطق الشمالية من المملكة بمشيئة الله تعالى. بالعودة إلى توقعات الأحوال الجوية في العاصمة الرياض، فالأجواء هذه الليلة تكون طبعا بشكل عام معتدلة، درجة حرارة 25 درجة مئوية، والأجواء بشكل عام غالبا صافية. توقعات الأحوال الجوية في العاصمة الرياض خلال ثلاثة أيام القادمة، 34 إلى 24 يوم الأحد، ترتفع إلى 36 يوم الاثنين والصغرى 25 و37 إلى 26 يوم الثلاثاء، والأجواء عموما في العاصمة مستقرة بشكل تام. نتعرف الآن على درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، نبدأها من المناطق الشمالية في سكاكا 37 إلى 24 مع فرص لأمطار رعدية، كذلك الأمر في عرعر من 37 إلى 24 و34 إلى 24 في تبوك، والأجواء قد تكون مغبرة بعض الشيء. في المناطق الغربية كما ذكرنا مكة المكرمة أيضا هناك فرص لأمطار رعدية 37 إلى 26 في ساعات النهار 37 ليلة 26 مع فرص لأمطار رعدية، كذلك الأمر في الطائف 28 إلى 15، وكذلك أيضا في المدينة المنورة من 39 إلى 25. جميع هذه المناطق معرضة أن تستقبل أمطارا رعدية نهار يوم الأحد، 33 إلى 28 درجة مئوية في مدينة جدة، ولكن الأجواء هناك تكون مستقرة بشكل عام. أمطار رعدية متوقعة في مرتفعات أبها 29 إلى 14، كذلك الأمر في مرتفعات الباحة من 25 إلى 13، وفي جازان من 34 إلى 28 درجة مئوية، ولكن الأجواء هناك أكثر استقرارا طبعا كمدينة جازان، ولكن الأجزاء الشرقية منها معرضة للأمطار الرعدية. في الإحساء الأجواء حارة جدا 42 نهارا 23 درجة مئوية ليلا، 37 إلى 23 في الدمام، 42 إلى 24 درجة مئوية في حفر الباطن، وأجواء أيضا لاهبة وحارة جدا وللغاية. في المناطق الوسطى من المملكة في العاصمة الرياض 38 إلى 25، في بريدة 38 إلى 23، وفي حائل من 36 إلى 24 درجة مئوية، وهناك فرص لأمطار رعدية بمشيئة الله تعالى. أعود فقط أصحح بعض الخطأ بأن الطقس متوقع في العاصمة غدا 38 وليس كما ذكرت قبل قليل، والصورة 25، والأجواء بوجه عام تكون يعني مستقرة بشكل عام. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم دائما بخير، تقبل الله صيامكم وطاعاتكم، إلى اللقاء.